السلام عليكم مجددا، مرحبا بكم يا أخوان، كيف حالكم؟ هاي إذا تدري، مساء الخير أحمد ياسين، حمزة، درة، مرحبا. درة حضرتي معنا قبل؟ درة بالأسود. ما نعرفش أنا الاسم هذا في دبي، ما عنديش. مرحبا نذير، مرحبا بكم جميعا. اليوم سنستهل وسنبدأ حصتنا بإذن الله، سنصلح الموضوع الفارق الذي قمتم بإنجازه. إثر ذلك سنمر إلى عمل جديد وإنتاج آخر ومحاولة أخرى. إذا من يذكرنا بالموضوع؟ دي نذير، أنا نذير ثم أحمد ياسين، تفضل نذير. المصباح يا نذير، ميكرو مسكر نذير. سيدي سيدي قلق معك. صباح الخير. مساء الخير أخي، أهلا بك. أنا نعم، اقرأ يا نذير. حسن. عزمت المدرسة على إقامة حفل مناسب بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وكان الاستعداد عظيما. وقبل لحظات من موعد الحفل هطلت أمطار غزيرة، أنتج نصا تقص فيه الحكاية موظف المقاطع وصفية. نوظف مقاطع وصفية. أحمد ياسين، أعد. عزمت المدرسة على إقامة حفلة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وكان الاستعداد عظيما. وقبل لحظات من موعد الحفل هطلت أمطار غزيرة، تنتج نصا تقص فيه حكاية موظف المقاطع وصفية. شكرا. إذا تقص فيه الحكاية موظفا مقاطع وصفية. إذا في انتظار أن يلتحق بقية الأصدقاء، إذا سنقرأ التخطيط، سنتذكر سوية التخطيط. حمزة، البداية، عما سنتحدث في البداية؟ التخطيط، البداية، زمن الأحداث، اختتام السنة الدراسية، المكان، المدرسة، الشخصيات، التلاميذ، والإطار التربوي، الحدث، إقامة حفل مدرسي. شكرا جزيلا. درة، شكون معنا باسم درة بالأسود؟ شكون دخل ما يكون درة؟ بيت نذير، اقرأ الوسط. الوسط، أجواء التحضير للحفل والأعمال، انتهاء الاستعدادات، ووصف حلة المدرسة، حلة حلتها المدرسة، يعني الحلة التي أصبحت فيها يعني حالة المدرسة. نعم، توافد الأولياء والضيوف، تغير حالة الطقس فجأة، وصف مظاهر التغير، القرار إلغاء الحفل أو العزم على المواصلة. إذا إلغاء الحفل أو العزم على المواصلة. وأخيرا النهاية، أحمد ياسين، تفضل. قرار إقامة الحفل وسعادة الجميع، وإلغاء أو إلغاء الحفل والشعور بالأسف. أحسنت. أو إذا الأول ذيك مهمة، إذا أنتم بعض منكم ذكر أن يعني الحفل سيتواصل وربما في قاعة مغلقة، أو يعني كل واحد فيكم أعطانا فكرة حصة فارقة، والبعض الآخر يعني تحدث عن تأجيله لأسبوع أو لفرصة لاحقة. إذا هنا عندي أو هناك نهايتين يمكن أن نعتمدهما، نهاية سعيدة أو نهاية حزينة. وهنا كل واحد يعني الأفكار التي تتبادر إلى ذهنه، لذلك في أول مرة تحكينا من بين عناصر الإنتاج الكتابي الفكرة تختلف، ونفس العمل ونفس الموضوع ونفس يعني التخطيط، لكن الأفكار تختلف من تحرير لآخر، من إنجاز لآخر، من عمل لآخر. به رجعنا الموضوع، رجعنا التخطيط، الآن سنمر إلى إعادة الإنتاج، لكن بقي لم يلتحق بعد، لم أعرف سر ذلك. أحنا دخلنا بكري شوية. إذا إعادة الإنتاج، محاولة المجموعة الأولى.
عفوا إعادة إنتاج. نستعد ونحضر كراسيتنا في أفلامنا ونستعد للإصلاح. إعادة إنتاج محاولة المجموعة الأولى. ما زال العدد لم يكتمل بعد. علمت لقد التحقت. مرحبا رنا، مرحبا جاسر، مرحبا كريم. إذا داخل نستعد في انتظار يلتحقوا البقية باش ما نبقاش حنكتبوا وبعد يجي كل واحد نفسي لا أنا مازلت في الطوى. سننتظر دقيقتين على الصفحة. مرحبا. أهلا وسهلا. أرسلت لي الندوة الإصلاح. أرسلت لي الندوة الإصلاح. إذن سننطلق. هاي. إذا قلنا باش نحكي ونحددوا زماننا باش نحددوا يعني المكان بتاعنا في البداية. هذا تحدثنا فيه في التخطيط والشخصيات والأحداث الرئيسية وإقامة حفل مدرسي. قلنا باش نحكي الأحداث الرئيسية. هذا نحكي على البداية. إحنا باش نطلقوا بالبداية تو باش نبداو هذيك النموذج تاع مقدمة. تفضلي. لست أدري كم كان عمري حينذاك حين نظمت مدرستنا حفلا بمناسبة اختتام السنة الدراسية بعد عناء في المكافحة والاجتهاد والمثابرة. باهي شكرا على المحاولة. أحسنت. إذا شكرا لك. نجم مباشرة ننطلقوا في الزمان نقول ظهرت طلائع العطلة الصيفية. طلائعها يعني بشائر. ظهرت طلائع العطلة الصيفية وشارك ماذا العام الدراسي. نعم العام الاختتام على نهايتي على الاختتام. أحسن. وشارك العام الدراسي على النهاية. أصل لندخل في مرحلة ماذا؟ ندخل في مرحلة اللهو والمرح.
ساعة قبل ذاك، قبل ما نمر بالصيف، أنا مش نحكي توا على الإعداد للحفل الختامي، لندخل في مرحلة الإعداد لحفلة ها للحفل الختامي، هكا تخدموا به السنة، ما هو بتاع الحفل الختامي هو للحفل الختامي. وفق برنامج، هنا مش نبدا نمهد الحدث نتاعي، الحدث اللي هو يعني الأعمال مش أقوم بها أنا في الحفلة، وفق برنامج دقيق، يعني احنا رانا منظمين عاملين برنامج مش هكاك، ارتباط برنامج دقيق ثري زاد يعني فيها فقرات ثري باليوئيين معلم. نعم ثري تنوين الكسر نعمله نعم، ومتنوع نعم. مش مكلمني يا سيد فضل. نعم من المخاطب؟ أنا سيدتي. تفضل ما بك أحمد ياسين. سيدتي ليش قلتي وفق برنامج دقيق وثري بالهوايات؟ بالعروض ربما يعني مش يعملوا فيه عروض، يعرضوا فيه هواياتهم يعني أعمالهم، هكا المقصودة؟ هكا خسرت أحمد ياسين؟ أي سيدتي. أحسنت. إذا نعم مش كل اللي يتكلم أكثر أحمد ياسين. سيدتي سمحني خويا بجنبي الله. آه باهي باهي، يعني ما حسيت فما شكون آخر يتكلم وأنا ما سمعتوش، معناها عنده تدخل. باهي إذا باهي، وفق برنامج دقيق ثري ومتنوع. اسمع خلوها عموميا هنا يا أحمد ياسين، شايف خلوها هنا بصفة عامة، وبعد باش نحكيو على الهوايات وعلى العروض التي ستقدم وعلى الأعمال التي ستبرمج يعني، وكل ذلك سنتطرق إليه في الوسط. باهي اتفقنا؟ باهي إذا قلنا وفق برنامج ثري ومتنوع. تريد أن أدخل سيق التحول؟ مش تخلى سيق التحول، صحيح. نقول هنا انقطع العمل، يعني تم الاجتهاد والمثابرة، انقطع العمل بانتهاء الامتحانات. تريد أن بانتهاء المناظرة الوطنية. باه شكرا، بدله بانتهاء المناظره الوطنيه. ان شاء الله يا ربي حتى انتم توفقوا في المناظره وتعملوا حفلا رائعا تنسون فيه تعب واجتهاد سنه كامله يا رب. شكرا. اهلا نوران، مش نوران صديقتنا نوران هكا ولا نوران؟ نعم مرحبا يا نوران، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا فتيات. إذا انقطع العمل بانتهاء المناظرة الوطنية لتنقلب المدرسة إلى خلية نحل. سنحكي على الأعمال بعد ما نحكي على العروض. إلى خلية نحل، نذكر ساعة أعمالنا وبعد مش نحكي على العروض. إلى خلية نحل، عفوا نعملوا نقطة. لم يكن أحد من التلاميذ، لم يكن أحد من التلاميذ بمناجاة عفوا بمن أنا أقول مش بمناجاة، بمن أنا عن العمل التي بمن أنا عن العمل. أي ممان يعني غير معني، فمش حتى واحد ما هوش مكلف بعمل،
يعني كلنا عدنا أعمال وكلنا مكلفين بالقيامة، يعني كل واحد عنده عمل مكلف به. واضح. شكرا. إذا بمن أن عن العمل، يعني بعيدا عن العمل غير مكلف بعمل، فمش حتى واحد، يعني لا يوجد، لم يكن أحد من التلاميذ بمن أن عن العمل. شكرا. إذا بمن أن عن العمل، فهذا مش نبدو نذكره، نعمل فاصلة. فهذا جمع، فهذا جمع يعني مجموعة. فهذا نقولوا جحافلة. جحافل وقت يبدأ كلي أحمد ياسين. جحافل برشا مجموعات، أما أنا بنحكي على مجموعة ومجموعة، معناها كل مجموعة وهذا. مش نقول فهذا جمع، بعد هذاك التعبير ذكرنا فيه وقت مش نحكيه مثلا على الحاضرين، مثلا حضرت جحافل من المتخرجين نوظفوها كيف. إذا نقول مثلا فهذا جمع ينقل الكراسي مثلا. وآخرون شو يعملون؟ أسرتي وآخرون يحضرون المصفات الكراسي. شو يعملون؟ يصفونها. في الباحة الواسعة، شو مقصود بالباحة؟ أي الساحة. أحسنتم، الساحة. نوران اللي تتكلمها؟ رناء. بين، مرحبا رناء، ما فرقش بين صوتك وبين صوت نوران يا رناء. في الباحة الواسعة، ممكن نعمل فاصلة عفوا. باه باهي نجمو حتى تو نوظفو جحافل مثلا، ولو انه تكون برشا مجموعات نجمو نعتمدو هنا. وجحافل اخرى، بدأت بنصب المسرح وفرشه بالسجاد، عفوا، بنصب المسرح وفرشه بالسجاد. معلمتي ديتي تنطق بالسجاد ولا بالسجاد؟ سجاد. بالسجاد. سجاد. كسر الساحة. وفرشه بالسجاد. نعم تفضل، شكون يحب يتكلم؟ معلمتي يعني ممكن أن نقول بعد ذكر الأعمال كل أبهر كل فرد منهم حماسة متعاونه. باهي صحيح، حين كملوا الأعوان وذكريني به رنا هذا التعبير نضيفه حبيبتي. باهي لتؤدي، علاش يا هنا فتحة؟ أنا خاطر سيدي عندي لي. لي صحيح، أداة النصب. لتؤدي عليه، مش لتؤدي، لتؤدي، لتؤدي عليه الفرق المسرحية والموسيقية. وشنو واخر؟ مسرحية والموسيقية. هاي مش نجمو نعملو واخر فنية. موسيقية يعني فنية. وتوزع عليه الجوائز مثلا. هاي او الفرق المسرحية والموسيقية والفنية والرياضية. الموسيقية يعني هو مش يعمل الموسيقى، الفن والمسرح. الثلاثيش الدخل الرياضية، نجمو نعملو فرق رياضية. بيه نجمو نستمر عليها عروضها. ولتقدم عليه الجوائز، كما قالت صديقتنا نورا، بما عليه الجوائز. ولتقدم عليه الجوائز.
هنا نعمله مثلا غدا سيقام الحفل، سيقام الحفل اشني اللي قلته لنا التعبير يا رنا؟ أبهر كل فرد منهم حماسهم وتعاونهم. باهي لحنا نكمل الفكرة هذه ما لو نزيدوها، إذا نقول استمر العمل بنشاط، العمل بنشاط بنشاط منقطع النظير، بنشاط منقطع النظير حتى نغيب الشمس. فقد أظهر كملنا ثلاثين حتى ثلاثين نجم نقول حتى تزاور الشمس ده حتى تزاور حتى حتى الصحة. فقد أظهر هاي رنا، فقد أظهر كل فرد منهم حماسهم ونشاطهم وتعاونهم. فقد أظهر كل فرد حماسه ونشاطه وتعاونه. ها ماذا أيضا؟ أو هذه فكرة؟ ها هذه فكرتك ولا ما زلت نزيدها؟ هيك شكرا يعطيك الصحة. تفضل. فأظهر سنتين نقولوا فدب فيهم نشاط طاغنة. باهي نشوف كيفاش باش نوظفوها لحظة. إذا غدا كتيبة صغرت كيما كتيبة كتيبة ما عادش فيها بالباهي. باهي الله يبارك فيها، تو نهزو منها بارتي ونحاولوها. سي من جحالت يا من جحافلي، من جحافلة وجحافل أخرى. إيه دقيقة واحدة. ولا تكون عرفنا بكري بتيش تعنا أهلا ويكم مش نحوالكم مش بيكم غبتوا يكفي يا ريت أيرانا. وهذا حكى ولا كبروا شوية عن ترانسيسا؟ لسه كبروا شوية. باهي الله يبارك. إذا فقد أظهر كل فرد حماسه ونشاطه وتعاونه. مر بفكرة المميزة. شو نجم ناخذ من العمل المميز؟ كانت المدرسة في اليوم التالي، صحيح إذا هذا الحفل، كانت المدرسة في اليوم التالي تزدان. ما معنى تزدان؟ تعجو تعجو لا تتزينوا تتزينوا. نعم تزدان بالأعلام والرايات الحمراء والبيضاء. سيدتي لنا يقصد على علم تونس. أي باهي هنا باش نحكي على الأولياء. وطفقت جحافل
عطنا الصوت وزيد الجحافل من المدعو من الأولياء المدعوين. يتوافدون فرادى وجماعات. تنجم نقولوا سيدتي فرادى وزرافاتنا. عن زرافات أي فرادى وزرافاتنا، ولا نقولوا زرافات ووحدانا أيهم بدها؟ سيدتي إيش عملت لك العبارة اللي قلتها لك؟ شنية أحمد ياسين كنت أعقد لك دبة في نشاط طاقة. ما زدنا هي شيء باهي ما عرفها وتجاوزناها احنا تو. سيدتي تنجم تقول وقت الأولياء الزاوي تنجم تحطها لنا. لا 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 تو بعد كي مش تو قلت وقت ذكرني فيها وبرا. باهي إذا ما نخلي فراغ. ما نخلي فراغ. لا 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 مش حطوها في مكان اخر في بلاصه اخرى سنستعملها يعني في سياق اخر. باهي اذا وطفقت جحافل من الاولياء المدعوين يتوافدون زرافات ووحدانا. سيدتي رمز الجحافل استعملناه مرتين ما تصيرش هذيك تكره مقصوده عادي. تستقر كل جماعة في المكان الذي في المكان الذي يرشدهم إليه. يرشدهم إليه بعض التلاميذ أروع ما في خصالهم الأدب مثلا. ووراء الستار الكبير الذي يحجب المسرح ضجة وحركة. التي راك لصق الكلمات على بعضها. مسرح ضجة وحركة شلتي وني حدث المفارق. وهي فما حدث مفارق ولا ليه ولا مازلنا في النواصل. مازلنا أعطيني التعبير اللي فكري بكري. ودبت في نفوس ودب فيهم نشاط طاغ. علمتي وقتك يكونوا التلاميذ يأدوا وراء يعني أي وقتها يأدوا في أدوارهم. يعطيك الصحة. دب فيهم كمل لنا ماذا؟ دب فيهم نشاط طاغ. نشاط طاغ. كمل يعطيك الصحة. يعطيك الصحة كل فرق. نشاط طاغ به
هاي نعدي صفحة موالية؟ نعم سيدي. نعم. لا. سيدتي طاغي. نشاط طاغ. شكرا. العفو. خاطر اسم نكرة، هو اسم فاعل من الفعل الناقصة طغى. سي بلاش بلاش قاعدة نمشي للكرون. سي. استاذ عملنا سي كوبي كولي سي الصفحة الأخرى من كل جماعة. كل جماعتنا تستقر كل جماعتنا. نتيجة ده عندي عبارة. ما خليني أنستي خليني أنا مازلت التالي. تالي أنا زوين وين يا كريم أنت؟ نسي موخر برشا. أسرع بعد يعني أسرع. يبغى لي يحطهم كل مع بعض. ثلاثين. وين وصلت كريم؟ نعم أحمد ياسين مالك. ثلاثين. كأنت بيشتغل في ال. تاع الشتاء والرعد سنتي عندي عبارة تقول هنا به. يا سلام كل شوق لمعرفة عباراتك. يا نيستي نعم ليش نقول حاجة، ليش ما ترجعش هذيك اللي جبتها بالصفحة الأخرى؟ كيفاش؟ وي هذا كملته انت كريم وصلت هنا هذا؟ لا كملته كملته غريب يعني في اللي بعده. صافي ولا كفينا هنا. به فيه نشاط طاغي. كادت الباحث أن تغص بمدعويها نتيجة نقول أن تغص أي أن تغص كتبنا بمدعويها يا رب سألت أن تعج 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 أي نجوة تغص وتعج نفس الشيء. حتى بدأت الأعين شرح كتابة مباشرة أنا على الهاتف. حتى بدت الأعين الأعين تعانق عن تعانق عينان السماء. هذه عينان السماء معنى أعلى السماء. عينان على قمة أعلى السماء. نعم تنظر إلى أعلى إلى السماء يعني بقلق ورجاء. تعلقت القلوب الواجفة تعلقت القلوب الواجفة بسحابة سوداء. صيجت سحابة سوداء وكل الأعين أصبحت تنظر إلى السماء. و هذه إشراعات أنا عليكم كتبت تلبدت السحب السوداء في السماء مثلا. سنتي عندي قدك وصف باهي لحظة عاد أنا ما زلنا توا تتقدم بشوية الأزمة ماشية يعني في تصاعد واضح ولا؟ في نسق تصاعدي بشوية وزدت أزمة فهمت ولا؟ بديت فما سحابة سوداء بدأت تسحب طلائعها. لحظة برك وبعد مش نصف الأمطار باهي تنعطيك كلمة. إذن بسحابة سوداء بدأت تزحف. نعم
يا نسي قلوب واجفة، وش من سورة النازعات؟ نعم أكثر وأخر تزحف طلائعها بشائرها، يعني طلائعها لتلقي، نفس الشيء هنا عندي مضارع منصوب، لتلقي على المكان شيئا من الكآبة. شيئا من الكآبة مرقة مين؟ يعطيكم الصحة. هذه هو القصة إدماجية، شيء كبير هذا. وفجأة نايتا وش نبدا نصعد. سنتين القلق. تفضل. وفجأة كشر الطقس على أنيابه بسطوته وجبروته، فكفهر سيدتي فكفهر وجه السماء، وتراكمت صحب الدكناء، وعصفت ريح مولولة. لحظة، عصف ريح مولولة. وقصف الرعد المزنجر مولولة، وقصف الرعد مزنجرا ومضى البرق وميضا يكيد يخطف الأبصار. ومضى البرق، يحفأني برق. معلمتي، نعم، هل يمكننا أن نقول تعبير مجلسي على السماء؟ تفضلي. حقا إن بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكين. لكن نحن هنا مش نحكي إن هي مش تدخل علينا كآبة، فترى احنا يعني أي أما إني نحكي على السماء. على السماء أي. وميضا يكاد يخطف الأبصار. شكرا لك على التدخل والإضافة. إذا ترتيب بي يا سيدي تعبير. يا ولدي جميل جمال خلقك وأخلاقك. شكرا لك. إذا كادت الباحثة سيو أحمد ياسين ديما عنده عبارات جميلة، يعني قاعدة نستفيد منهم في القصة. أنت في نفس القسمة؟ لا. في الحصة الإنتاج تقصدي؟ شوفي تقرأ مع بعض. حتى في القسمة مع أنيستي. يعني أنت وأحمد ياسين تقرأ في نفس القسم؟ لا. ما نعرفش هو يسكن أما أن نسكن في نابل. نحكي هو يشارك بعباراته في الحصة، أنا نقيدهم في كراسي وكي نمشي نقرأ في المدرسة، يعني نطبق في الإنتاجي. صح، قلت ولا يتبيد الأفكار والطفل على الطفل القانون بالحق، يعني تبقى العبارات. وديما نتعمد اللي نبعث إنتاجي آخر واحد مش نستفيد من العبارات، وخاصة من عبارات أحمد ياسين. أحسنتي، دام اجتهادك ومثابرتك حبيبتي. إذا كادت الباحث أن تغص بمدعويها حتى بدت الأعين تعانق عنان السماء بقلق ورجاء. تعلقت القلوب واجهة بسحابة سوداء بدأت تزحف طلائعها لتلقي على المكان شيئا من الكآبة. وفجأة كشر الطقس عن أنيابه بسطوه وجبروته، فعصفت ريح مولولة، وقصف الرعد مزمجرا، ومضى البرق وميضا يكاد يخطف الأبصار. هذه مازال دي وين يخطف؟ ها؟ يكاد يخطف الأبصار. ما كتبتيش ليك ونطقها هذا. لا إله إلا الله، يكاد يخطف. هذه لا يخطف الأبصار العبارة دي جت من صوت البقرة. سيدتي ويضعون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيطهم بالكافرين. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. أبصارهم حتى إذا أضاء، يكاد البرق يخطف أبصارهم إذا أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم، إن الله لا يحب المكفرين. ممتاز، يعطيكم الصحة يا رب. فعلا أبطال بما تحمله الكلمة من معنى. ثم
والله أحسنت، والله ليه نسب حروفكم يعني باعبت أو تار قلبي صدقا. إذن بالحق بالحق الحصة مع المجموعة واحد تمر ممتعة شيقة فعلا. لا السأمة والرتابة لا يعرفان طريقا إلينا. شكرا لكم. إذن يكاد البرق يخطف أبصارهم، كملوا كلما أضاء لهم شوف. إذن يكاد البرق يخطف يخطف الأبصار، عفوا مش أبصارهم، بل يكاد يخطف الأبصار. بدا القلق على الوجوه. تقدرش تقول رانا القلق على وجوههم. به فران القلق على الوجوه، نحن بصفة عامة خاطر كل الوجوه. إذا فران على الوجوه، فران شو قلنا احنا؟ فران القلق على الوجوه. إيش سكر الباب إذا؟ فران قلق على الوجوه. فران قلق على الوجوه. شنو هي الفكرة اللي عندك؟ وقول لك أنا فكرة. تأتي ونبر وفي البحث عن مخبأ. بل هكيك باش نعطي أنا لمحة إنه وصف الهلع نتاعهم. نعم نوران يمكنك ذلك. به إذا مش نحكي كيفاش إنه هنا يعني كل الوجوه كانت رافضة رغم هذا الطقس، يعني الرفض متاع الإلغاء، فهم كيفاش ولا؟ وبعد نحكي كيفاش إنه هما مش نبقوا يعني نبحث عن حل وكل باهي. خلونا نمروا على صفحة أخرى. سيدي وين وصلتوا؟ إذا نجم نذكروا مثلا اللي صغار اللي يتلقاو الجوائز ولا يبكيوا كيف ما مش ياخذوا الجوائز نتاعهم ولا مثلا هنا النجم يقولوا ألقيت حينها نظرة كيف السي على الناس الكل ولا فما سلاتير وفما واقع وكيف أيه. واحد يجي ماني عدم ونار شو بده يبكي على الجوائز. اوكي احمد ياسين لا يوافقك يا نوراء. لا انا مانيش نحكي على هو راوي احمد ياسين الحفل يضم حتى مثلا اول عام سنه دراسيه ما فيش كانت سنه سته في حتى تلاميذ السنوات الصغرى السنه الاولى والثانيه وكل يعني. اما هنا مش نقول اذا القيت حينها نظره على وجوه اصدقائي فقرات اسرارا اسرارا وحتميه مواصله الحفل. فهمت ولا؟ فلم يبرح اي منا باب المدرسه بل نعم تنبدل الورقه. اي هيك باش نعمل وين وصلت؟ خلينا نتعدى. ايه كملنا ستي كملنا ستي. ليه ستي تجيب ترجعلي باهي دقيقه واحده مش الرجالك قول لي وين وصلت اللي وصلت تو نجيبه. كريم معك يعني في اي كلمه إلى أين وصلت؟ توصلت يعني نستي أنا فخر برشا تستق دقيقة من يتوافدون زرع فاتن ووحدانا تستقر كل المكاية. والله ضيعت انا في الصفحه هذه ولا اللي بقى اللي بقى لا لا قبلها سيد اللي قبلها هذيك هي هي توافدونا. نفر برشا كريم تعمل كابتشور سيدة السطر الثاني تعمل لها كابتشور وانتي ولا مش عشان تتحل نبعث له سير صورت كيف كنت هسيب كابتور أنا عملت كابتور. قاعدة نخمم في حل اللي يخلينا أحلى نتفق
وين وصلت انت؟ هنا وحدينا زرافاتي وحدينا لحد هنا وصلت؟ لا انستي انا في 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 خصالي. ما في خصالهم الادب، اروع ما في خصالهم الادب. هنا وصلت؟ بالي تو نزيد انا صفحه هنا غير كل نحاول ونكمل الصفحه الاخرى خاطر انت بعيد علينا برشا. حتى ونظم مش مشكله. به اذا هذا كل نحاولوا باش ناخذوا المكان نتاعو ونفوش كل يصور ولا الجروب يتسكر. كان لازم تكون هذه فرصة غير اللي عندي فرصة الجروب. به هنكملوا نزيدوا نكتبوا هنا شوي. انت اسرع حاول تسرع قليلا كريم، بيتي يدخل متاخر كيفاش؟ اه اوكي مريقل انت تو هنا هكا ولا؟ كريم كريم احنا نكملوا نكتبوا. اذا فرانا القلق على الوجوه. القيت وقد معلمتي يعني ممكن ان نقول وقد جفت الالفاظ في في وقد ماذا رانا جفت الالفاظ وعلقت. هنا مش نقرا يعني مش نقرأ يعني عند الخوف التلام باك تخاف. خوفة هنا مش نعبر. ورغم ذلك يعني كين فما إصرار وعزيمة على عدم يعني يرفضون إلغاء الحفل. نعم إذا نقول ألقيت حينها نظرة. نعم ياتين سمعني أنا باش نعبر نوخر ديك شوية. نتاع وقت أنت ثلاثين قلت حتى بدأت الأعين تعانق عينينا السماء تدري نجم ونبد نقبلها نحط قشرة أبد الأعناق نجموا طبعا. إذا فرانا القلق على الوجوه. ألقيت حينها نظرة نسي ما عملتش سباس ما بين الوجوه والفصل ألقيت. يعني مش نرجعه بنتي عفوا لازم نرجع نحط الشنطة ده هكا على الوجوه اللي مش فيها. ألقيت حينها نظرة نزربوا شوية مش ناخدوا العمل اللي بعده. نظرة على وجوه أصدقائي فما تكرار فما تكرار ف تكرار مقصود أي مقصود هنا خاطر هنا على على وجوههم على نجم نعمل يس هنا احنا قلنا على فران القلق على الوجوه على الوجوه اجنا وجوه ما عندش معنى اخر وجوهي على محياهم. ألقيت نظرة على محياهم ألقيت نظرة على محياهم يعني على وجوههم. مرحبا يوسف طرابلسي متأخر الليلة كثيرا يا يوسف. مرحبا سيدتي كنت أدرس. إذا ستجد التسجيل بعد ولدي مع في كتابة. أين أجده سيدتي؟ موقع المنصة على الكتاب الرقمي في موقع المنصة موجود تدخل على الجوجل تعمل موقع المنصة على محياهم. شكرا. فقرأت العفو فقرأت إسرارا وحتمية مواصلة الحفل يعني لا نقاش حتما وحتمية مواصلة الحفل. نسي قالوا لي صارت مرة حكاية في مدرستنا مقبل ما أنا ندخل نقرأ. ولم يبرح أي منهم أي منهم باب المدرسة انطلقنا حينها
يدا واحدة. نعم، انطلقنا حينها يدا واحدة إلى جمع الكراسي والطاولات، يدا واحدة إلى جمع الكراسي والأدوات. سيدتي عمني، ولا أنا حصلت على جائزة معناها الفنكير. حصلت سيدتي، كانت الباحة كلها مش معبية، مش تفوت خاصة كما شفنا ترى معناها سيدتي ما شاء الله معبي برش. هي بيت مليئة الفنكير. مش تبدأ توا بين يوسف وكريم. يوسف يقول له أغلق المسبح يا كريم، كريم يقول له أغلق المسبح يا يوسف. أيه الصعيدي ما حبش نسمع الكلام هذا. بيه زوز، إذا حينها يدا واحدة إلى جمع الكراسي والأدوات إلى القاعة الكبرى، وحمل المسرح وحملت الخشبة، وحملت خشبة المسرح بتعاضد المدرسين. هذه نشكر سيدتي الإطار التربوي والعملة والأولياء. به بتعاضد الإطار التربوي والأولياء، لكن اختصر به الإطار التربوي. وقال النجم نقوله إلى جمع الكراسي والأدوات إلى قاعة الرياضة مثلا. به إلى قاعة الرياضة الكبرى. بتعاضد الإطار التربوي والأولياء، وكانت الأصوات تتعالى هنا وهناك مرددة. مرددة. ستقام الحفلة خلينا نمر كامل هذه بسرعة لنمر إلى النهاية. النهاية سيدتي معاك. أحسنت. إذن كادت الباحة أن تغص بمدعويها حتى بدت الأعين تعانق عنان السماء بقلق ورجاء. تعلقت القلوب واجبة بسحابة سوداء بدأت تزحف طلائعها لتلقي على المكان شيئا من الكآبة. فجأة كشر الطقس عن أنيابه بسطوه وجبروته، فعصفت ريح مولولة وقصف الرعد مزمجرا، ومضى البرق وميضا يكاد يخطف الأبصار. ترعن القلق على الوجوه. ألقيت حينها نظرة على محياهم، فقرأت إصرارا وحتمية مواصلة الحفل، ولم يبرح أي منهم باب المدرسة. انطلقنا حينها يدا واحدة إلى جمع الكراسي والأدوات إلى قاعة الرياضة الكبرى، وحملت نزيد هنا الضمة وحملت خشبة المسرح بتعاضد الإطار التربوي والأولياء.
كانت الأصوات التعالى هنا وهناك مردية. ستقام الحفلة، ستقام. نعم يا رنا تفضل. أن نقول الأصوات تتعالى كأنها مزيج صاخب. كأنها صوت كبريد رنا، كأنها ماذا؟ كأنها مزيج صاخب. كأنها مزيج صاخب. مزيج من ماذا؟ من كأنها مزيج تتعالى تعالى هنا وهناك صاخبة. من النداءات وال النجم زيد هنا صاخبة، صاخبة مرددة. التي عندي عبارة. تفضلي. وكانت الأصوات تتعالى هنا وهناك تكاد تبلغ الآفاق. مثلا انت مقطوعة شعرية أحسن. صاخبة مرددة تكاد تبلغ الآفاق. ما النجم زيد؟ معلمة. التي متاع شدة الربيع. خليط صاخب. تكاد تبلغ الآفاق. ستقام الحفلة، ستقام. كريم صفام ريجلا تعدوا ولا ما زلت بعيد برضه؟ وين الصوت؟ نستعمل الكابتور. يمثلش وين وصلت ونهز البارتيل وصلت لها كان ماكش بعيد برشا. أنا بسطوي. وي؟ بسطوي. بسطوي هي وجبروتي هي. لسه أنا عملت كابتور. ما تصيرش تو لدي نهزوا حوله خلي ونكمل نكتب هنا. خاطر ما تعرفش تخلي لي السباس ما تخرجوش برشا قداش معناها. العفو. هنا حطي بسطوي هي وجبروتي. ستقام الحفلة، ستقام. هنا باش نعملوا في النهاية يزيدين الفرق. أقفرت الباحة، ما عبدنا برشا الباحة. أقفرت الساحة التي غطتها المياه. التي غمرتها المياه. التي غمرتها المياه. لتعج تنبدل لنفرض تبص استعملناها لتعج القاعة بالمدعوين. لتعج القاعة بالمدعوين. فاصلة. قد يتأخر الحفل لكن لا بأس من الانتظار. أثرتيك هو؟ لا لا ما زلنا. ثم صعد المدير الركح ليلقي كلمة وسط تصفيق الحضور. سي شو معناها الربحة؟ هيك متاع خشبة المسرح يعني. سلتي. نعم. سلتي ليش نقول وسط هذا الجمهور الغفير؟ وسط تصفيق الجمهور الغفير. نعم.
وسط تصفيق الجمهور الغفيري مفتتحا الحفلة، يعني أثناء كلمة الافتتاح مفتتحا الحفلة. سيدي والقامة الحفلة قلنا ريت غصوا بالمين القاعة الرئاسية القاعة ما حولنا القاعة يا كريم. مفتتحا الحفلة فدوت عاصفة من الهتاف، فدوت عاصفة من الهتاف، فدوت عاصفة من الهتاف. فدوت عاصفة من الهتاف. عفوا راسل مفتاحر صغير. لم يماثلها إلا هتاف. في النهاية طويلة. باهية. سمحة يا أوس. أنت قعدنا سيدي قعدنا سيدي. لم يماثلها إلا هتافهم، إلا هتاف الحضور عند المغادرة عند انتهاء الحفلة. إلا لحظة إذن. فدوت عاصفة من الهتاف لم يماثلها إلا هتاف الحضور عند انتهاء الحفلة. معلمة مش تكرارة. لا مقصود هنا للتأكيد أحيانا. أقفرت الساحة التي غمرتها المياه لتعج القاعة بالمدعوين. قد يتأخر الحفل لكن لا بأس من الانتظار. ثم صعد المدير الركح ليلقي كلمة وسط تصفيق الجمهور الغفير مفتتحا الحفلة. فدوت عاصفة من الهتاف لم يماثلها إلا هتاف الحضور عند انتهاء الحفلة أو عند الانتهاء. نعم بدأ هذه. أنت أسلح الإنتاج. ها؟ أنت أسلح الإنتاج. انتهى. هذه قعدنا ساعة كاملة. طلقتم عليها ليش تتعبنا؟ أنت موضوع عدد ستة. هاي هي هذه الموضوع عدد ستة. السببات القصائبة مش مر طوال الموضوع سبعة. ليه سنتي هذا اللي مش عملو توا توا سادس أما ليك قبلك الخامس. لا هذا ستة. هذا توا ستة. هذا اللي كملناه توا ستة اللي موجود أمامكم على الشاشة ستة. هذا ليه سنتي كيفين ليس لي مش الأخر توا اللي مش نعملوه سادس. لا كيفية سنتي؟ أوكي أنا بسجلتهم عندي في البي سي عاملة دورة خمسة. دورة أبسي الموضوع خمسة. هو عازمة المدرسة. هو شنو؟ عازمة المدرسة موضوع خمسة. ستبها نرجم الأولى؟ لا 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 والله طول عازمة. هي بس سيدس مش ندخل في السيدس. هي مش مشكلة المهمة ما نعرفش أنا ربما أنا غلط الله أعلم. المهم موضوع جديد. المهم مش نمر الموضوع جديد. آه تعرف علاش أنت صحيح أنا غاسة. ده موضوع آخر. ده مش موضوع آخر مش موضوع آخر. أنا حاسبة الموضوع اللي عملناه وقت حصة في الفيسبوك قبل ما ندخل فلونتوما. أما حصة عملناها ربط. واي شديد وقت الحبكة عمل الحبكة. أي أنا حاسبة هذي كان. الموضوع ستة معنا. أي أنت حسبتك مريب. لا هل يمكننا الذهاب إلى بيت الراحة؟ نعم يمكنك ذلك. يمكنك ذلك. شكرا لك سيدي. بسرعة يا أطفالي كان كملت وخلينا نمر. نمر أطفال؟ لا بيه.
به أنا بانتظار، ممكن كملت قولوا لي أنا وراك بسرعة. أنت لقد عدت. مرحبا. هاي أسرع رجاء أنا. أختي أنا كملت معاك من بكري. سيدتي أنا نكمل القراية السبعة على ذاك نقعد نتعشى في وسط الحصة، هكاليش نقص على الكتاب. حتى أنا. حتى أنا. كل يهود من أجل المناظرة. إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله. ثاني ديما. سبعة. أسرع رجاء. أنا في انتظارك. وأنا في انتظارهم. بالنسبة لي أني كملت. به نوران أنهت عملها. كريم أين أنت يا كريم؟ كملت من بكري. كريم سيدة. نعم سيدة تنمي ترجعي الصفحة الأخرى نعمل كابتير خاطر ماني ما خلطتش عليها الصفحة الأخرى. به أنت كابتير سهل حتى يكملوا أصحابك من هنا يوصل ترابلسي ونرجع لك العمل من الاول. اعمل كابتشر بتاع ثلاث صفحات ودي باهي. شكرا سيدي. ثلاثة؟ اي شكرا. العفو.
أسرعوا رجاء. ماني ما سمعت فكرة. والله أنا رهن إشارة. معلمتي. نعم. ما فكري. كريم تعمل كابتشير وتنقل بعد في عقلك عندي. أمر في سيف في آخر كلمة. دقيقة برك. يا ليستي يا نايت. هاي باهية، هاي بسرعة أعمل ترابل سيوس، أعمل كابتشور بسرعة. شكرا. الصفحة الأخرى سيدتي مصممتي. تفضلي. اسمعني لحظة برك هي الرجل هيك لحظة. شكرا. هنا رجل فيش. الخط صغير سيدتي. خمسة رجل هاي. خمسة رجل هاي. يكفي المستر. معك مرة مكفي. نعم سيدتي. سيدتي على مر أم لا؟ نعم سنة مر. خلينا نغلق هذي نعمله نظف الفرش. الموضوع ستي نقرا ستي نقرا. نعم شكور سي اللي تكلم توا أوسي بس صوتها لكم ساكنة تفضل أوسي. الموضوع خرجت رفقة والدك ليلة العيد إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات وسط فرحة عارمة وحركة دؤوبة. أنتج نصا تقص فيه الحكاية موظفا مقاطع وصفية للسوق والحركية فيه. سيدتي أقرأ. يوسف تفضل. الموضوع خرجت رفقة والدك ليلة العيد إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات وسط فرحة عارمة وحركة دؤوبة. أنتج نصا تقص فيه الحكاية موظفة مقاطع وصية للسوق والحركية فيه. معلمتي هل أعيد؟ أعيدي رنا. الموضوع خرجت رفقة والدك ليلة العيد إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات وسط فرحة عارمة وحركة دؤوبة. أنتج نصا تقص فيه الحرك حكاية موظفا مقاطع وصفية للسوق والحركية فيه. به شكرا. إذا قمنا بقراءة الموضوع قراءات متعددة وقراءات عدة. ما نشوفش نعطيكم محاولة فردية للتخطيط لأننا أضعنا الكثير من الوقت في إعادة الإنتاج. سنمر مباشرة إلى القيام بتخطيط جماعي مباشرة نخدمه مع بعضنا يا أختي بهية. سمعت فيا ولا؟ إيه. أنا استي لحظة خلينا نكتب الموضوع. لا لحظة. لحظة اللي أكتب الموضوع يعني. يا رنا ويا أطفال ويا نوران
سأعطيكم الوقت في تعرفوا باش نستغلوا وقتها جيدا. ما تكتبوش وتو، خلينا مع بعضنا نمروا للتخطيط. تسمعوا فيا ولا؟ نعم. بعد نعمل لكم هنا صفحة فيها التخطيط والموضوع مع بعضهم، وانتم ما تكتبوا مباشرة تحرروا، ما تعملوش الموضوع. وقت هنا نبدا نصلح لأصدقائكم، ما هو هنا مثلا نقول نصلح معانا ورانا البنتين نشوف الموضوع. وقتها يبدو هنا يتنقلوا التخطيط وتنقلوا الموضوع، فهمتوا ولا؟ باش نربحوا وقت يعني، باش الوقت اللي انا نصلح فيه انتم ما يضيعش عليكم وقت ارجعوا نقلوا فيه. باهي وتحطوا لكم هنا في صفحه مع بعضهم يعني الزوز مع بعضهم. ننطلقوا في التخطيط. البدايه على شو باش نحكيو؟ عشان انت سامحني نشتغل ترجع للموضوع. اجواء العيد. اجواء العيد يا نيستي. يعني قلت لنا تو ما احنا ما نقلوش من بعديك قلنا احنا كي نبدا كي نخط ونبعثوا لك. يعطيك الصحه. تحطوا لنا زوز مع بعضهم. اي. سيدتي هل يمكنني أن أجيب؟ لحظة بركة سيدتي نجم نعود نقل الموضوع. لحظة يا استني نكتب بركة سيدتي رضا رجع لي نكتب الموضوع. هنا نحكي لكم فهم فيكم هكا وانتم شديني ليسي رجع نكتب الموضوع. يا ولدي ما عادش وقت يهديكم ربي بارك لكم يرحم والديكم حتى نحطوه لكم هاي الموضوع. ها كبيرة برشا هذي صغروا في حاجة كتابة باش تطهولنا باهي اوكي هكا ابرك شويه باهي اوكي باش انتم تبدو هكا فاهمين ايش فيه الموضوع برا. باش نحكيو في البدايه بسرعه سيدتي. انا اتفضل وين نوران وبعد يوسف ما داوستي نوران وبعد يوسف. تفضلي نوران. في البداية سوف نتحدث عن المكان، الزمان، الشخصيات، الحدث الرئيسي، وفي الحدث الرئيسي سنتحدث عن أجواء العيد. باهي، أنت عطيتينا عموما. إذا هنا ساعة قبل ما نحكي. بلي تمام شو قص عليه. تفضل. هو قال لي ليلة العيد، ما قاليش في العيد. يعطيك الصحة. سيدتي أقصد أجواء التحضير للعيد. باهي. هنا احنا هو قال لي خرجت رفقة والدك ليلة العيد الى السوق لاقتناء بعض الحاجيات. باهي احنا يعني كيفاش نعرفوا ساعة ليلة العيد بدا يرجع بالفلاقة بالهلال. اذا عند ظهور العيد. نعم عند ظهور الهلال. هل نبدو متأكدين احنا قبل بنهارين مو غدوة يوم العيد مثلا؟ لا لازم تعلمنا سنتية. يعطيك الصحة. أنا مش ننطلق في الزمان بتاعي يا حلوين ويا حلوات بالتأكد، عفوا مش تأكيد، عفوا التأكد هو من حلول العيد سنتية من تعرف وزارة التلفاز من ديوان الإفتاء. يعطيك الصحة. إذا مشاهد التلفاز قبل ليلة العيد نشرة الأخبار. إذا نشرة العيد وبعد ما نتكلم من حلول العيد باش نحكي أنتم كأطفال إذا ثم فرحة هكا ولا باش نعرف إنه فرحة بالعيد وفرحة ألعاب فرحة. يعطيكم الصحة. البهجة إذا وفرحة الأطفال. أنا عندي زمان آخر أي مثلا من أواخر شهر رمضان المعظم. هو هنا ما باهي سجلش نسأله لك. أي أواخر شهر رمضان نجمة. علاش ينجموا مع علاش يشوفوا الهلال؟ علاش ينجموا يصوم مثلا 32 يوم ولا كيفاش يقص؟ معناها ينجم يجي في شهر رمضان 32 يوم ولا 33 يوم. لا
شو لازم نكملهم؟ يا 29 يا 30 وش هيك؟ 29 يا 30 فهمنا والله؟ يجي ما عليش يشوفوا في الهلال. ما مش مفهوم ان احنا مش نسيمه 29 زعما غدوه 30 هو مش مفتتح الشهر اللي بعده، او ان مش نسيمه 30 واليوم الموالي مش يكون المفتتح بتاع الشهر الموالي. افتاء نعم اي طبعا من دار الافتاء مفتي الجمهوريه. به اذا التاكد من حلول بني ما تكذبش الغيب 30 مثلا في الفسحه مش تاكدوا في الهلال طبعا اي وفرحة الأطفال. بعد المكان سدتي في السوق. لا عاد احنا ما زلنا في المنزل مش متأكدوا. ما زلنا في المنزل. إذا الخروج مع الوالدي هتبقى لي الوالد هنا ومشاهدة الأجواء لاقتناء الحاجيات مش تخرج انت وياي معناها. إذا الخروج مع الوالد لاقتناء بعض الحاجيات للعيد. نعم لاقتناء الحاجيات. مثلا تمشي طيب وكسكسي ولا حاجة معناها خضرة مثلا. حل حل ألعاب خضر غلال حلويات. إذا أوكي هنا نجم نتعرفوا على عادات كل جهة، كل طفل منكم من جهة معينة ينجم كل واحد يختلنا على بعض العادات وشنو هي المشتريات. هاش اللي تبي ولاد منلوبة مثلا. أوكي كل واحد باش يعطينا في جربة ستين طيب ومرقة. هاي هاكي كل واحد باش يعطينا خصوصية فريق في فما اختلاف. سيدة سيدة نعم نحن نجمع عائليا ونعملوا كسكسي نستي ونبيض نحن يا كسكسي نعمل عصيدة بالقليل استي في صوص حضر عصيدة عصيدة بيض سيدتي. اوكي قريت اختلاف هنا كل واحد باش يحكي لنا على نوع ربما سيدتي نلبسوا اللباس تقليدي سي نمشيو وسيدتي في نابل اليوم عندنا عجة مي. هاي يا عيني إذا بلدنا يسهر بالعادات المتنوعة وبالتقاليد المختلفة التي تختلف من جهة إلى أخرى. يعني عندنا بالحق برشا زي احنا زين وفي سوسة سيدتي في جربة نعملوا محمص ويرا يا عيني في سوسة وجربة ونيبل ما شاء الله 30 كل ممكن احنا نصبحوا احنا نصبحوا في الجامعة انا وحمزة نقعد ببعضنا كثير. إذا نواصلوا في الوسط هو راهو نص لنا غير انك كتبت الموضوع طبعا نحي الموضوع هذايا ونعطيكم الملاحظه راهو نص لنا احنا ما حكيناش هو نص سردي وصفي وصفي مش نركز على جوانب عديده بالوصف. عندي الوصف الساكن والمتحرك وصف مشهد ساكن ومشهد متحرك تو نشوفوا كيفاش. اذا الوسط كل ما نصنا وصفي سردي وصف وصف اجواء السوق يعطيك الصحه هنا وصف الاجواء كي نقول الاجواء شنو هو الدكاكين 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 المحلات البائعون الورشات الباعه المحلات والدكاكين الباعه سنتي النظام الداخلي من السوق والعباد كله هيك كله مش موصوف حركه السيارات الناس كله فهمنا ولا وصفي راهو نصنا بالاساس حركة السيارات والناس ماذا أيضا؟ هنا مش هنا مانيش مش نص قريت هناك نقول وصف المحلات هذا كيتسمى وصف بتاع مشهد ساكن كي نقول حركة السيارات وحركة الباعة هذا كمشهد متحرك واضح ولا هنا نحكيو على الوصف تتجول في أرجاء السوق باش ننقل بعض المشاعر هنا نحكي حتى على مشاعر الفرحة هكا ولا مسرتي انا سنتي انا اخويا ترنا تقاسموا الفرحة مع بعض شوف هنا وسط فرحة عارمة يعني هنا لابد اني ما ننسيش العنصر هذا هنا اني نحكي على مشاعر الفرح اذا نقل مشاعر مرتدي السوق هاي الأعمال الحركة هكا ولا الأعمال التي قلنا بها مع الحركة مع نعم هذا كله باش نتطرق والأعمال ربما شنو ماذا مش شريرة فهمنا ولا
تو نهاية سيدتي. في النهاية قال إليه الأمر في النهاية. سيدتي في الوسط ما نجموش نصف المبيعات. مو قلنا الوصف، وصف الأجوية قلنا. وصف الأجوية تجمي تعمليها. نعم. إحنا ما قال إليه الأمر في النهاية. لا إحنا شو هو ما قال إليه الأمر حسرا؟ الفرح. نحكي عن العيد. على العيد. يعطيك الصحة على العيد، يعني قيمة العيد وما ينسيه من فرح وتسامح. متى استلاب من العيد؟ موعد العيد. فرحة تاني. راهو زي معناها. موعد العيد. أما سنتين ريتك غدر رمضان، في غدر سنتين رمضان الأجواء تتكدر. الحق يعني القيمة عنده قيمة كبيرة في إدخال الفرحة والبهجة. قيمة العيد. في خاصة رمضان. ها؟ خاصة رمضان ستيم، أنا فهم فرح السعادة واللم. طبعا نعم، وما يوفيه من فرح وتسامح. تسامح زاد وعيد التسامح. إما صلة الرحم. نعم، وإذا رابط أواصر المحبة، إذا زيارة الأقارب. هي فرحة الإفطار وفرحة ثبات الأجر إن شاء الله وصلة الرحم. والثواب. أو في عندكم ما شاء الله العديد والعديد من العبارات، أتحفون بها في أعمالكم. فراتي نبدأنا تحرير. طبعا. فراتي قديك العادة 20 دقيقة. كل عادة. أوكي صي يا أحمد ياسين حافظ للسيستم. واضح تدري. طريقة العمل أصبح يحفظها عن ظهر قلبي. ستي ما كملنيش. ما كملتيش. باهي مش يا أوس، انطلقوا في العمل بعد وقت أنا نبدأ نصلح الصحاب. يا أوس انتو بقرا، مش رايك؟ أنا في النهاية مش نكمل. باهي مريقة. انهيت. بنهي برش. لينهي عمله دون استئذان يشرع في العمل. إذا النص سردي وصفي. ستي. نعم. كليون الحلول العيد شو اسمه؟ العيد يوم العيد حل العيد. ليه اللي يعلن مفتي الجمهورية؟ اللي يعلن. نعم مفتي الجمهورية. المفتي. كلمتي هل ممكن كان تعيدها لي؟ المفتي بالتأثر في بيتكم. سيدتي مش مفتي الجمهورية. ايه سيدتي عنده اسم مفتي الجمهورية. كان عثمان بطيخ الله يرحمه وتوفى، ما عرفش واش كان في بلاصته اللي جالسة. عثمان بطيخ. نعم. بيه هذا نتكلم هنا بعض الصحة أكثر اللي يسألني المفتي هكا. ودار الإفتائي اللي يعني تعلن مقر العمل اسمها دار الإفتاء. المفتي ودار الإفتاء. المفتي هو الشخص ودار الإفتاء يعني هي المؤسسة. هاي تردي ليش قلوا ديوان الإفتاء ولا ديوانة؟ انطلق الوقت توقيت راهو.
سيدة سيد سيد سيدتي من فضلك يا يوسف سيدتي يوسف أرجوك اغلق المصباح أوس ويوسف يبوسوا في مريولهم يعني نتفرج هنا على عجب ربي تي نعم أمس تي نجم نقول مش معناها كنانة معناها مثلا مع أسرتي ولا مع أخويا معناها أبي وأمي وأخي مثلا الخروج مع الوالد طلب منك شنستي مع الأب يعني مع الوالد طلب منك الموضوع شنستي معناها نجم نزيدوا شخصية أخرى ممكن معناها نعم رنا عندما نقول ننتظر سماع تدوير المفتي كيف يمكننا أن نعبر عن العيد قدومه؟ أعلن مفتي الجمهورية أن يوم غد هو أول أيام العيد سيدتي خذتي ذكرتي سيدتي شكرا
ستي هو أغلبية الوقت يبدأ السوق مغلق ستي في العيد، يوم العيد، ليلة العيد، راه ليلة العيد مكتوب، ليلة العيد مكتوب في الموضوع، وفي عندكم الموضوع يا في ركزوا. سيدتي كم بقي، كم بقي من وقت؟ 10 دقائق. Thanks. سيدتي، سيدتي. نعم يوسف. سيدتي اختو معناها السوق في الليلة ذيك بتاع العيد. في الليلة بتاع العيد ولا في اللي قبلها؟ ليلة العيد الموضوع واضح وصريح، خلك خرجت رفقة والدتك ليلة العيد. باهي. سيدتي يعني صديق يقصد ليلة اللي خرج المفتي ولا من غديك في الليل؟
سيدة. نعم حمزة. بطلك على الإيميل أنت. سرتي أنهيت سرتي الوقت كمل. نعم حمزة توصلت بعملك إيه توصل. إيه سرتي حمزة شو إذا كملت عشان بعتلك. باي يلا باي. هاي ننطلق مع حمزة. إختي كيف شكون حمزة؟ هاي حمزة تسمع فيها؟ نعم سيدتي. هاي أقرأ. كنا في أواخر شهر رمضان الكريم وكنا ليلتها ننتظر المفتي. حمزة ألف بتاع الضاد. وكنا ليلتها ننتظر المفتي ليعلن ليلة العيد، وكانت الفرحة تعم المنازل بعد التأكد من العيد ليلة غد، من أن العيد ليلة غد. صح يزيد أنا نفس اللحظة. فخرجت أنا وأبي بسرعة ورحنا إلى السوق لكي نشتري الأغراض. لكي نشتري أثرنا أداة نصب. لكي نشتري الأغراض. كان السوق مكتظا بالناس والأضواء الجميلة، وكانت الحانوت مكتظة بالزبائن، وكان الأطفال فرحين والكبار مبتسمين، وكان كل كبير وصغير ينتظر غدا بكل حماس. غدا الألف في حمزة. صلاة. حقا إنها ليلة جميلة، وابتسامة الجميع أدخلت في قلبي الساعات. بيك شكرا على المحاولة. سرتي محكي سرتي على الفرح والتسامة. النهاية ناقصة. هاي وين عملك يا؟ أسبوع سرتي بعثت أما نعرش. بعثت يا مدام إيمان. البقية وينكم؟ أنا قربت نكد. دي لحظة تنكلمها يا أحمد ياسين مش طبعا فيه. ترى أنا كاتب اسمي راهو على الإنتاج. تبعث لك الانتاج متاعي على الإيميل. لحظة مازال لحظة بعد توي جيني الخدمة بتاعتي أمسكي فضل. أنستي. نعم. سيدتي خل معناها اللي معناها اللي يبيعوا معناها في البضاعة وش نسموه؟ الباعة تو فوق مكتوبة الباعة تو. شكرا. هاي أحمد ياسين هاي تفضلي. سلاتي توجهك العمل بتاعي؟ إيه اقرأه. نبدأ نقرأ من أواخر شهر رمضان المعظم. تكون حل مش مهم. إيه مصر أنت اقرأ. أي حبيت أقول لك أي وصلني العمل أنت لفنا. من أواخر شهر رمضان المعظم كنا متحلقين حول التلفاز ننتظر بفارغ الصبر نشرة الأخبار،
ولا سيما موعد حلول العيد من طرف الجيل الإفتائي. وبعد ما برز مفتي الجمهورية معلنا عن حلوله غدا ومع بعض النصائح، ولما سمعنا هذا النبأ السعيد كنا أنا وأخي مبتهجين مسرورين بقدوم العيد. مبتهجين يا عاد. مبتهجين. نحكي ولا اسمه فن صح. مسرورين بقدوم العيد، وأمي وأبي يودعان شهر الصوم والعبادة بكلمات مترحمة على عهد قائلين: اللهم اجعل شهر رمضان في سنين مديدة وأشهر عديدة. كان رب البيت استحبنا إلى السوق وهناك سرع انتباهنا هذا الحشر المبين، رجال نساء وأطفال يتوغلون في أرجائه لاقتناء بعض الحاجيات، وأنا وأخي نريد اشتراء لعبا لفرحة العيد. فكان على يميننا محلات تروج بعض الفواكه الجافة والأخرى تبيع بعض الحلويات التقليدية، وعلى شمالي باعة متجولة باحثة عن رزقهم طالبين الله على أن يغفر لهم خطيئاتهم، وأمامي دكاكين ومصاخة تمدح جوهراتهم. فأنا أحبط مكانا أجمل ما شاهدته هو المسجد، فإنه يعج بالمؤمنين والمصلين يعبدون الله حتى يكفر عن سيئاتهم، يصلون صلاة التراويح مع دعوات لمجد الأجر والثواب. وأما أن حركة السيارات فكانت تغص بدخانها الملوث. عند بروز البدر الرطيب عدنا إلى المنزل فرحين بهذه العادة الجميلة، وأشرب عنقي إلى عنان السماء وحملق البدر الوقادة. رحت أذهب إلى غرفتي وأنام نوما هادئا مليئا بالأحلام الجميلة الممتعة. عندما استيقظت على تكبيرات العيد وثبت إلى خزانتي لأرتدي جبتي وأحمل سجادتي وأقصد الجامعة، كنت في غاية سعادة لا مثيل لها. استعذبت أذني ألحان التكبيرات ومع بعض النصائح للإمام، وحملني إلى عالم آخر بأجنحة من الحرير. معلمتي. نعم. هو لم يطلب منا إلا وصف السوق والحركة. أي هو وصف السوق اليمين والشمال. كيفاش رنا؟ معناها يروح القد والغدوة العيد. إيه باش يحكي لنا على قيمة العيد وحكي لنا على صلاة. أنت عجبك الإنتاج؟ يعني البعد الروحي، يعني بالحق غذاء للروحي متميز كما عهدتك. شكرا لك. سنتي نغادر الحصة ولا لا؟ كما تريد. تحب تسمع أصدقائك؟ لا نقعد بعد هيك. مرحبا بك. إذا بيوصلني عمل على الإيميل. سنتي عملي أنا. أعطينا ستي من بكري. لا هذا أوصل لجاني تو. سيدتي أنا كتب على في آخر ورقة كتبت اسمي يعني. لا بالنسبة للإيميل جاني تو الإيميل أرسل لي أوس وكان ذو الصفحات. أنت وين أرسلت يا نورا؟ على الإيميل. لا عادي بس إنه ولا لحظة يسميش بعد شوية لحد الآن ما جانيش جاني أوس. أنا عاد نبعث لك ستي. تفضل أوسن. اليوم كنت وعائلتي. سنتي سمح. تفضل أحمد ياسين. سنتي نجم نعمل عنوان سنتي ليجا. نعم يمكن كذلك. وبعد أخبرني ما هو. ستي. نعم. شيخ صحيح حكي من أنا عملت معناها كنت وعائلتي مش كنت أنا وعائلتي. نعم. سلتي نقرأ نعطيك العنوان. تفضلي. العيد على الأبواب. أحسنت. هاي أوسي. ستي نقرأنا. يا أوس أنتظرك. نعم. اقرأي. التحرير. اليوم كنت وعائلتي
في غرفة الجلوس نشاهد الأخبار لمعرفة يوم العيد. في الصباح خرجت رفقة أبي للذهاب إلى السوق لنشتري بعض حاجيات الفطور. عندما وصلت وجدت أنه مزدحم كثيرا. كان الناس يتخاصمون لشراء أي شيء. يتخاصمون لشراء أي شيء. فقلت لأبي إنها لهفة كبيرة كأنهم لم يأكلوا منذ مدة. فأجاب نعم يا ولدي إنها ليلة العيد. إن العيد هو أصلنا تجتمع عندها العائلة وربما هنالك أناس لا يرون عائلتهم إلا إن العيد هو فرحتنا. ناسي إن العيد هو فرحتنا. حاضر. سيدتي هل وصلك يا عملي؟ والله لحظة أنا توا حالة نخلص العمل صديقتي. ربما هنالك أناس لا يرون عائلاتهم إلا في العيد. إن العيد فرحة عارمة. والله إن العيد فرحة, فرحة المسلمين. جميلة جميلة. فرحة المسلمين، فرحة المسلمين أفضل. باهي أوس أنت عندك الصفحة الأولى. مش في الصباح، احنا عندنا زمان ليلة العيد، ما تدخلش في الصباح. خرجت انا وابي تم حكيت في على الدكاكين والساعة مقتضب كان وصفك، قلت مزدحم كثيرا والناس يتخاصمون، يعني كنت نجم توصف الاجواء والفرحة وال يعني الحركة في النهاية تم حكيش على الفرحة والتسامح. هو قال او كان العيد فرحة المسلمين، لكن يعني هو نفس وصفي بالاساس، كنت نجم توصف اكثر. إذا أصلني عمل على الليل من سارة الحمد لله. سيدتي أنا نورانا. نعم سيدتي أنا يمكننا الخروج. نعم أحمد يا سيد نجم تقرأ المساج اللي بعثته لك في الديسكوشن بعثته لك. هاي تفضلي نورانا تقرأي. للصائم فرحتان يوم العيد، فرحة الإفطار وفرحة تقبل الأجر إن شاء الله بصلة الرحم. لذا ليلة العيد خرجت مع والدي لاقتناء الحاجيات وملازم الإفطار. ست أنا كتبتها العيد يا ملازم الإفطار. نوران راني نسمع فيك برا لأن الصورة هو وصلني إيميلك مفتوح على اللابتوب. حتى كي كبرها بابا بيا معناها. حقيقة حتى كان فما أخطاء خطأ يعني أعتذر منك لن أتمنى. كل مرة نبعث لك تصويرة في اليوم مش لازم نبعث لك تنوي نقرأ لك إنتاجك. سيدتي بلي سامحني. تفضلي. يا نوران. نعم. بلي شنو كتبت في المساج والله ما شفتكش. كتبت لك قلت لك انا عامله جروب يعني تلامذه عادي مناظره. كتبت لك قلت لك ابعث لي انفيتاسيون كان تحب يعني من بعد اذنك تحب شو ندخلك فيه سيتو يعني. في الجروب هذا في ميسنجر. في الميسنجر اي جروب ميسنجر بيتون تحاور مع بعثيلي دون شوف مع الوالد باهي تفضلي ورانا. كل افراد العائله تترقب خروج مفتي الجمهورية من دار الإفتاء بشغف. تسمر الجميع أمام التلفاز في انتظار ذلك الخبر السعيد. أحسنتي ولا النبأ إيه؟ النبأ السعيد. ها قد ظهر المنتظر وبشرنا بذاك الخبر بشره الله بالجنة إن شاء الله وأخبر بأن غدا هو أول أيام العيد. ما إن أفصح عن الخبر حتى دبت الحركة في الشارع فبهذا التحرك المفاجئ فهمت أنا وأبي أنه غدا لأننا
آنذاك كنا في الطريق للسوق، أسرعنا الخطى وعند الوصول يا لجمالي ما أبصرت، المحلات تصدر عنها أغاني العيد، والزينة تستقبل الزبائن في الباب، والبخور يطيب رائحتهم، الدكاكين المزينة بها باعة ارتسمت على محياهم ابتسامة عريضة تدل على الفرحة والسعادة، لا أكاد أرى من الواقف بالجهة المقابلة لكثرة عجة السيارات، حينها شعرت بنخوة هزت قلبي من شدة السرور، ولكن مع كل تلك الفرحة تبقى مفارقة رمضان الكريم حزنا وخيبة لمحبيه، هذا يبيع الألعاب وذاك يبيع الملابس وذاك يبيع البخور والعطور، حقا أن فرحة العيد لا تعوض، ومن يزيده رونقا وجمالا هو التسامح وصلة الرحم، ومن عاداتنا يوم العيد لا يزيده. ينور نحن نقرأ في المركب الموصولي الميم هي لغير العاقل ومن للعاقل، وما يزيده نقول ومن يزيده قدر نحكي على العيد غير العاقل ما يزيده. سيدتي أنا كتبت وما يزيده، ما سمعت من أنا ومن يزيده. لا سيدتي كتبت وما عذرا واصلية هو التسامح وصلة الرحم، ومن عاداتنا يوم العيد في مدينة نابلة طبخ عصيد بالقلاية ولحم الخروف، وهذه العادة ورثها أجدادنا على أجدادهم، ونحن سنرثها عليهم وسنحافظ على هذه العادة إلى قيام الساعة إن شاء الله. شكرا أحسنت. إذن فيه من القيم الإنسانية الكثير والكثير، أحسنت إذن تطرقت إلى كل العناصر. شكرا يا نوران، دام نورك في البقية فقط. رأوا هذه الأعمال اللي وصلتني رجاء. أوس نوران وأحمد ياسين، هذه الأعمال ثلاثة فقط، البقية وينكم؟ أنا بتاعها كان بحثي لك نذيرة على الواتسابس. دوك واتساب ومبيت يا أحمد يا نذير أمنا قبلك ما بعت ليش سيدة استنزل ثبت اللي كمل اللي بعت صلحتي له كمل يخرج. حمزة أرسل العمل اللي فيه. نعم حمزة إلى اللقاء. حمزة إلى اللقاء. باهي بالنسبة لحظة عم نقرأ كل قائمة من أنسوش. نذير، يوسف ترابلسي، كريم، رنا، جاسر. أهو بش أقيدكم أنك شو ما ننسيش أنا اللخ معلمتي أسوء أحيانا ما التي لم تكن. نعم كيفاش ما سمعتش عذرة؟ سأرسل لك انت جاب الايميل. انا بنعتذر منكم راني مش مغادر الحصه ومش نكتب اسماء الذين لم يرسلوا بعد الحصه، واضح ولا
عذرا كثر عندي التزامات لن استطيع. سيدتي بعثت لكم اقريتي لي. مين بعث لي ولدي؟ وين في الايميل؟ يعني سميش انا سميت اللي وصلوا لي. لا ولدي ما جانيش. سيدتي مكتوب عليه يوسف.جيد نستي مرسوم عليه توري. لا 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 ما سميش. لا ما جانيش حتى عمل. راني هاو خلف الايميل فهمت. بعث لي حمزة وبعث لي أوس وبعث لي على الإيه. أي توا وصلني توا تسعة وأربعة دقائق وصلني توا وصلني. نعم رنا توا إحنا بعثوا باهي وصل سيدتي. تو وصلني. هاي يوسف اقرأي. عيد الفطر هو من أفضل الأعياد الدينية. واصلي. هي تنقرأ أنا يوسف. عيد الفطر واضحة التصويرة واضحة برشا صحيح. عيد الفطر هو من أفضل الأعياد الدينية. بدأ ذلك كله ريتنا كنا نتابع نشرة مش نشرة المختلف ما يعملش نشرة. بدأ ذلك كله ريثما كنا نتابع المفتي أشرفة وأخبرنا بأن شد فوق النون بأن غد هو أول أيام العيد. بأن غد هو أول أيام العيد فابتهجنا خاصة الأطفال بينما غمرتنا فرحة عارمة لا توصف بالقلم. يقول لا يستطيع القلم أن يصف لا توصف بالقلم بعد التأكد الثاني. على كيفاش تويلت الأيام وتعاقبت لا شطب هذاك يوسف خالص. سيدتي مو النهار اللي بعده أنت في ليلة العيد في ليلة وأنت تخرج هيك كلها نحي اكتب مش ذاك شطب توالت الأيام وتعاقب وها نحن نشهد ذهابي صحبة أبي. هيك ذهبت صحبة أبي إلى سوق العيد في الليل حاملا معي المهبة. مهبة لغة عربية. حاملا معي بعضا من المال كنت قد تسلمت ربك الهدية حاملاً معي بعض المال المقدم من طرف أقاربي وجيراني المحبين. سحرني السوق بأجوائه المتعثرة. هنا محلات اللعب تعج الذين كانوا يتدافعون للحصول على الحاجيات أولاً قبل انتهائها. هناك البضائع من كل جانب والباعة يعرضونها بأصواتها مرتفعة أسعار زهيدة. وأيضاً امتلأ السوق بالناس والسيارات. الدخان والمضر ومصدر ضجيج ومصدرة آن ومصدرة ضجيجا رغم أن الحرفاء في عالم آخر من السعادة عدم الاهتمام تبادل التحية وأطراف الحديث تغمر أفئدتهم فرصة جامعة للتعارف وفعل الخير مساعدة المحتاجين وإطعام الفقراء. وأنا مستمتع بما يحدث من أنوار ساطعة وتقابل بعد فراق طويل. ما أحلى التسوق ليلة العيد. حركتهم دائمة على قدم مساح لا تحتد أبدا. إنه العيد وتلك هي أجواءه من السارة. أجواءه السارة أي شطبها منها. بعد مضي سنة كاملة من فراق فالتسامح وسيلة الرحمة. سيدتي به الموضوع به في الصحة أحسنت. سيدتي تو تنجمي تعطيني معناها حدثنا به شريف ولا إيه على العيد معناها تو تعرفوا القصة القادمة إن شاء الله في الأسبوع. أنيستي نعم نجم نقرأ لك إنتاجي.
كريم نخلوه الحصة القادمة. أنيستي في نقرأ المقدمة. تفضلي. اجتمعت كل أفراد العائلة كخلية النحل في غرفة الجلوس لمشاهدة التلفاز. إذن إذ أننا علمنا أن سماحة المفتي مفتي البلاد التونسية سيظهر في أي لحظة ليزف لنا موعد عيد الفطر، كنت أترقبه بفارغ الصبر، وفجأة عم السكون وها هو يظهر ليعلمنا أن يوم العيد غدا يوم غدا هو أول أيام العيد. حدقت إلى والدي وعيني تلمع فرحا، احتضنته بكل غبطة وفرح. كريم هنا تنجم توظف التعبير اللي عملناه الحصة الفارغة، تقول حملقت إلى والدي بعينين مترعتين. بيكمل شنو التعبير بتاعك بالإعجاب بالفرح بالغبطة؟ عملت باهي ما تسيل شيء. احتضنته بكل غبطة وفرح وخاطبته، هيا يا أبي إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات. فلم يتردد وهلة ومسكني من يدي وقصدنا السوق. به واسك كمل عملك كامل كريم. وبينما كنا في الطريق كانت حركة المرور مكتظة، وكانت السيارات متلاصقة، وأصوات الأبواق متعالية، وكانت حركة المارد كدبيب النمل من جميع الاتجاهات. وبعد بحث طويل ركننا السيارة وانطلقنا إلى السوق. كانت المحلات مزينة بالأضواء، وكان البيعة يمدحون مقتنياتهم. فوجدتني أنظر في كل الاتجاهات أتأمل لوحة مزينة بكل مظاهر العيد. فقصدنا أولا محل الحلويات لاقتناء حلوى العيد وبعض المشروبات. وكنت أنظر إلى البائع البشوشي وهو يخاطب أبي ويهنئه بالعيد. وتوجهنا بعدها لمحل الملابس، وكان مكتظا بالزبائن، كل يبحث عن ما يلائمه. ولكن كان يجول في خاطري أن أشتري جبة لأصلي بها صلاة العيد رفقة والدي، إذ أن يوم العيد هو يوم الفرحة وصلة الرحم. فلبى لي والدي مبتغايا، ولا يمكن أن يمر العيد دون اشتراء لعبة جديدة. وأحسست أن الدنيا لم تعد تسعني من الفرحة، وما زاد في غبطتي نظرات الفرح والسرور البادية على محيا الجميع والتسامح المتبادل بينهم. حقا أسعد ليلة هي ليلة العيد. تصبحين على خير سيدي. على خير يوسف، على خير. هي كريمة، هي أسعد ليلة العيد، وأنت أفضل عمل أن تشته الليلة أيضا. شكرا، عمل جيد، أحسنت يا كريمة. شكرا شكرا سيدتي، عمل متميز. به أستسمحكم، راهو ما جيني حتى عمل لا على الواتساب ولا على الإيميل. طلبت على الإيميل؟ لا والله رسلتي. لا ليه خدت الباك مرتين؟ توا بصلي. طب توا اللي بصلي كان بكري، ما كانش ما عندش راس بنصالح حتى ولا؟ ايه فعلا، ايه وجا مرتين مع مرة مع 9 و7 دقايق، لكن توا كنت عملت سنكرونيزاسيون من جديد. باهي تفضلي حبيبتي، لحظة فقط. العيد وفرحة سيد خير. لحظة بنتي حنتي لي شارجي باش نتبع معاك. دقيقة الثانية فقط. هاي تفضلي. العيد فرحة يدخل السرور والسعادة إلى المسلمين، فهو يوم التسامح. بالتأكيد من حدود العيد ننتظر سماعة المفتي الجمهورية الذي أعلن أن غدا العيد في آخر يوم من رمضان. وحينها كانت الفرحة في طعام كامل البيت، وسرعان ما رفقت أبي للسوق أين سنقتني بعض. ها
نعم سأقتني بعض الحاجيات واللوازم. وسط فرحة عريمة وسعادة لا تصدق. ماء ولزم ماء ولزم حتى ألفيناه يعز بالتماسي. كانت الحركة دؤوبة فكنا نلقي تحية وتهاني للآخر. كانت تلك الأصوات تتردد هنا وهناك كأنها خليقة صاحبة انتفضت فيه خليقا لفكرنا وصاخي بن أيضا تنوين امتزجت فيه فيه التهاني والشكر. كل شخص منهمك من شراء ما في حاجته بلهفة كأنه يوم حشر. هي كأنه يوم حشر هنا ضيعت التهاني والشكر. كل شخص منهمك من شراء ما في حاجته تقصي حاجته بلهفة كالحلوى كالحلوى والخبر والغلال والألعاب كأنه يوم حشر. كل كبير وصغير ينتظر قدومه ينتظر قدومه بفارغ الصبر. كانت الزينة تستقبل الفرفاء والبخار منتشر في كل أركان. البخور ورائحة البخور منتشرة في كل الأركان. رائحة البخور لا نستطيع معرفة الناس من شدة الزحام. وأخيرا عدنا إلى البيت فقد رسمت على وجوهنا علامات البسط وفي عيوننا فرح وعلى لساننا قول جميل. رغم كل تلك الفرحة لا نستطيع نسينا أجواء رمضان. أيضا لا أنسى ذلك المشهد أين رأيت أيضا المسلمين الذين يؤدون صلواتهم داعين لله على قبولي مش اختباري على قبول صلواتهم وأجيب. حقا أن العيد يضعف في النفس تسامحا فهو فرحتنا جميعا. أحسنت شكرا يا رنا أحسنت. أعتذر منك رني صدقني على الأول في حق موصلنيش كان بعد معناها. إذا مشكورة جدا أحسنت يا رنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء تصبحين على خير. فقط نورمال ما عنديش حتى عمل آخر جاني نسيت نعاود نكرر. مبدئيا ما فماش حتى عمل واحد آخر. إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت إن شاء الله عندنا الحصة الخاصة يوم الجمعة 19 مايو. إلى اللقاء تصبحون على خير. إلى اللقاء خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء سيدتي. إلى اللقاء كريم. Ahem.